احنا ننتظر ان يكون هناك اجتماع للاغلبيه باش انا داك نناقشوا هذا الموضوع. ما ناقشنا داير في الكليه, ناقشنا كذلك البعث السياسي, فقط بلغنا للاخوات والاخوان باش غيكون هناك اتصال من طرف رئيس الاغلبيه اللي هو رئيس الحكومه اللي مع القياده الجماعيه او مع المنسقين ديال القياده الجماعيه في هذا النقطه. غنجيو نناقشوا دابور مع الاخوان ديال المكتب السياسي باش نعرفوا واش نتكلموا على واحد التعديل تقني, يعني شخص شخص ما هي الرؤيه اللي غنحطوها, او تعديل شامل يعني لاركتيكتور كاين شي حوايج خاصها تبدل. هادشي هذا هو اللي هذا هو المضمون. نحن على 22 شهر تقريبا 24 شهر من الانتخابات المقبله, شنو هو التصور؟ واش مازال عندنا الوقت باش نبدلوا القطاعات؟ كاين هاد الفكره تروج, ولكن واش الا بدلناه وغيعطيو داك النتيجه في 20 شهر او 24 شهر؟ خصنا هادشي كلشي خصنا يتناقش, وعاد انا ذاك نمشيو في واحد المقترح اللي غنناقشوا داخل المكتب السياسي, وعاد كيجيو الاسماء. دونك اللي كيظن او اللي كيعتقد بان هذا القرار اللي اتخذ مبني على التعديل الحكومي ضد فلان فلان, هذا النقاش ما عليه نهائيا. وانتم كتعرفوا بان في الحزب الاثار والمعاصره لما اقترح اسماء لتمثيلهم في الحكومه كانوا اعضاء معروفين داخل حزب الاثار والمعاصره, وكانوا اعضاء يعني قراب من الحزب, ولكن ما عندهمش واحد الدور تنظيمي مهم بحال إذا سمعتي فاطمة الزهراء أو سي وهبي أو سي سكوري ولا ما كنتش مع الحزب 2008. كاين حيت الحزب عنده حتى هو خبراء ديال بعض المجالات باش كيجيك واحد البوست اللي هو تكنيك واللي ما يقدرش شي واحد يجاوب معاه, ولا اقترحتي عليه شي واحد يقول لك لا هذا تكنيك بزاف باش نقلب على شي خبره. هذا الخبره كنمشيو نقلبوا مين فين كنقلبوا هذا؟ كنقلبوا دوك الخبراء اللي كيساعدونا في اللقاءات او كيتعاطوا مع المشروع ديالهم, كيساعدوا دوك اللقاءات كيفاش كنوجدوا البرامج الحكوميه والنقاشات السياسيه اللي كتكون داخليه. دونك لحد الان فاش غيتناقش فاش غيطلب منا نناقشوا هذا الموضوع, راه اولا غنناقشوا في المكتب السياسي, وتبارك الله كلكم عندكم اصدقائكم في اعضاء المكتب السياسي, كتخرج لكم المعلومه كتخرج لكم, ما نخافش عليكم في هذا النقطه.